لكل شركة أو لكل منشأة والظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة. طب نعرف تفاصيل أكتر. أنا معايا على الهاتف أستاذ بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة. صباح الخير يا أستاذ بدوي. صباح النور يا سماح. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. طيب استاذ بدوي، يعني حضرتك شايف هذا القرار او المنشور اللي صدر امبارح، احنا القناه على الساده المشاهدين من شويه، بما ان بقى من اهم الحاجات اللي بتمس الاسره المصريه موضوع المدارس الخاصه ده، الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ العاملين في المدارس الخاصه وضعهم بقى بعد العلاوه دي هيبقى عامل ازاي؟ الو. ايوه يا فندم. الو. ايوه استاذ الو. بدوي معايا؟ ايوه يا استاذه مها، اتفضلي. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك احنا عايزين يعني نستطرد موضوع المدارس الخاصه لانها اكثر احتكاكا بالاسره المصريه، بعد المنشور اللي قلناه من شويه يا فندم من وزاره القوه العامله، وهذا يعني وموضوع العلاوات ال 10% اللي المفروض بتتم من 1/7 الجاري، الوضع هيكون مختلف في ايه بالظبط؟ مختلف على مين؟ على ولي الامر ولا مختلف على؟ لا، عند العاملين في المدارس لسه ولي الامر لسه. العاملين من المدارس طبعا كنا منتظرين التوقيع ده من فتره طويله الحقيقه، لان احنا بقى لنا تقريبا سنتين القوى العامله ما تعقدش اجتماع للعلاوه الاجتماعيه، وده اول اجتماع يعني للسنه الثالثه وان تم بالنسبه للعاملين، فطبعا ده يعني على الاقل مساهمه في جزء من غلاء المعيشه على العاملين بالقطاع الخاص. تمام، هما كان ايه مشاكلهم تاني يا استاذ بدوي؟ مشاكل العاملين؟ هي المعيشه، مستوى المعيشه زي كل مصر. العاملين في التعليم الخاص زي كل مصر بيعانوا من ارتفاع الاسعار. تمام، اذا هما كانوا في انتظار هذه، بس حضرتك نعم اتفضل. فكانوا في انتظار العلاوه دي طبعا. تمام يا فندم، عامة أنا يعني هتابع أكيد مع حضرتك هذا الموضوع في برضو حلقات مقبلة، بس كان لازم نلقي هذا المنشور على السادة المشاهدين. شكرا مرة أخرى أستاذ بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة. ده بالنسبة يا جماعة للعاملين في المدارس الخاصة، احنا ما بنتكلمش على أولياء الأمور لأن أعتقد أن الاحتكاك مش هيكون يعني أو التأثر مش هيكون يعني بهذه الدرجة، ونعاود استكمال